واحنا بنبدا يومنا ومش عارفين الطقس رجع كمان، يبقى في كده يعني سنه بروده اليومين دول. نتعرف كده على اخبار الطقس ايه. خلوني اقول لكم انه بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس حار نهارا النهارده اهو على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، معتدل على السواحل الشرقيه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، مائل للبروده في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد. ويعني بالليل خلوا بالكم كده ما تنزلوش مخففين اللي رايحين فطار سحور، يعني بيبقى فيه لسعة شوية كده، فخلوا بالكم ما تنزلوش مخففين. تعالوا بقى نروح لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة نعرف بالتفصيل، ونبدأ من القاهرة. النهاردة درجة الحرارة 30-17، الإسكندرية 28-14، بالنسبة للإسماعيلية 30-15، الدقهلية النهاردة 29-15، الغردقة 27-19، وأخيرا المنيا 32-13. بالنسبة لبعض العواصم العالمية والعربية، مثلا الرياض النهارده 36-20، ابو ظبي 33-27، انقره 21-8، لندن 19-7، واشنطن 22-7، واخيرا بكين 28-4.